محمد جزيري مستثمر في قطاع التمور. جكتيسا غرو شركة موجودة في اليوم في البارك داكتيفيتي ايكونوميك جرجيس. التجربة هذه بديناها عندها 4-5 اريير في السود تونيزيان وطمون في قبلي. اليوم بدينا في تجربة هذية في جرجيس، حلينا المعمل هذية اللي هو ثمرة مجهود بدينا فيها عند مدة. نسيت دونك تخدم في توسك كونديسيون مونديدات لادات برونشي لادات ناتيريل والديريفي دي دات اوسي دقلة موجودة في كل بلاصة. لكن احنا اليوم حاولنا بطريقة جديدة برؤية جديدة طوروا القطاع هذا برؤية أخرى. لو موند بتاع الأغرو ليمونتير قاعد يتطور بسرعة، هذاك علاش احنا مشينا في ديمارش كاليتي. دونك على طريق الزون فرانش جرجيس تعرفنا على اليورو بتاع تينيزي جوبس نتامون سيسيامي اللي هو بدا معنا الاكسبيريونس هذايا. جينا تقابلنا مع سي محمد الجزيري اللي هو وكيل شركة جكتيسا غرو اللي كان هو يبحث على وسائل تطوير الشركة متاعو وعلى وسائل التصدير. احنا كانت النسيتي بتاعنا البيزون بتاعنا كان هو لا كاليتي لا سيرتيفيكاسيون والاكسي المارشي الاخرين. دونك خشينا في الريلاسيون هذايا، بداو معنا الاكسبيريونس وكما قلت لك حطونا دونك ان بيرو دو كونسلتينغ اللي حطنا على ديسبوزيسيون الديمارش اي اف اس بي ار سي اللي هي سين سيرتيفيكاسيون معناتها صعيبه برشا، لكن كان تشالنج باش نوصلوا احنا نوفروا السيرتيفيكاسيون هذه. جانفيي 2019 قيت اوفر كونسيرنون لو بوست دو ريسبونسابل كاليتي، دونك جي بوستولي عيط لي سي محمد عملنا اونتروتيان، في الاونتروتيان حكينا على البروجي دو سيرتيفيكاسيون اي لا كولابوراسيون مع تونيزيا جوبس. دونك كي حكى لي على البروجي دو سيرتيفيكاسيون اي لا كولابوراسيون مع تونيزيا جوبس، سيتي ان بروجي تري انتريسون. J'étais enthousiaste d'intégrer le poste RH. Alhamdoulillah, fi février, j'étais recrutée en tant que responsable qualité. قمنا بعديد من اللقاءات مع بعضنا، عملنا دي سيونس دو ترافاي، كبرت بها الثقة ما بينات بعضنا، تعرفنا أكثر على بعضنا. دينا من الأول عملنا دي ريونيون باش بور فيكسي لي زوبجيكتيف، عملنا أن بلان داكسيون، حطينا فيه لي ريسبونسابيليتي، لي زاكسيون بور لا ميز أون بلاس دو سو بروجي. دونك أون فيكسي زادا دي ريونيون مونسويل، كو سو سوا مع تونيزيا. يا جوبس ولا لو كابيني دو سيرتيفيكاسيون، وقعدنا نتبعوا في لي زاكسيون هذوكم. واليوم الحمد لله وصلنا اوني 90% دو رياليزاسيون دي زاكسيون كي ايتي بلانيفيي، وان شاء الله اون بريفوا في مارس لا سيرتيفيكاسيون. تريزا جوبس بداوا معنا نوز اسيستي من ديبار يا بريسك ان اون اريير، كل مره يجوا كل مره يعطونا نصائح كل مره ناخذوا دي كونساي اللي هما كانوا برشا ايتيل وكان عندهم امباكت كبير برشا برشا على الشركه. صار التقارب اللي خلانا سي محمد يرتاح لنا ويحكينا على المشاكل الحقيقية متاعو، خلينا نتصوروا مع بعضنا كيفاش نجموا نتفاداو هالمشاكل هذية ونطوروا الشركة متاعو. اليوم الشركة بدأت بشوي بشوي 10 بيرسون 20 بيرسون 30 40 وصلنا اليوم ما شاء الله فوق ال 50 امبلوي. الأول كي دخلت كنا 4 بيرسون، دونك 4 كادر، بدينا نتبعوا في لو بروجي بشوية بشوية، ومن بعد بدينا الروكروتمون نتاع المان دوفر، وصلنا توا 50 أوبيراتريس، أون ديزان دو كادر. التجربة مع تريزي جوبس خلتنا نفكروا باش نوصلوا، دونك نوصلوا في السونس ديفلوبي الأكتيفيتي هذيا، سيكتير إلي إنورم، دونك مشينا في التوجه كنا نعملوا إن أوتر دوزيام يونيتي اللي هي تاعنا سورتو باللي ديريفي دات. دونك جو بونس اللي الشوا هذايا اصله بيد وقت اللي جينا احنا وني امبلونتي في البارك اكتيفيتي ايكونوميك في جرجيس نوتامون، سيتي ان بون شوا. داير كنا نجم نقعدوا لبرا ونعيشوا لبرا وعادي كيما موجوده كيما قال اليوم اون توت لي مويان هنا نيسيسير باش نجموا ننجحوا. في الموضوع هذا انا نتوجه جيست اتو لي زونتربرونور سورتو لو جين اليوم الموجودين في العالم الكل. L'opportunité elle est là. Donc, on ne joue pas. On ne joue pas. Il suffit d'avoir un bon accompagnement. اليوم نشوفوا notamment كيف نشوفوا تنزيل جوبس نشوفوا des autres opportunités les موجودين pour soutenir les projets هذوما. Il y a beaucoup, il y a un grand potentiel à développer.